يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع القبور؟ وهل يجوز لي أن أسوي القبور المرتفعة علما بأنني خطيب وإمام في قريتي؟ لا يا أخي، أنت لا تباشر تسوية القبور ويحصل عليك ضرر أكبر، لكن السلطة هي التي تزيل ارتفاع القبور، لازم من سلطة تزيل. فإذا كن ما في سلطة فيكفي أنك تبين هذا وتنهى عن هذا، وأما الإزالة باليد هذه للسلطان أو من ينيبه السلطان. نعم.